مساك الله بالخير والنور والسرور يا زينب، ومساكم ورد وسعادة وين ما كنتوا تتابعونا عبر شاشة تلفزيون الفجيرة في استديو الفجيرة المميز. مساك الله بالخير والنور والسرور يا مروة، ومساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج استديو الفجيرة. مشاهدينا، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استديو الفجيرة راح نقدم لكم مواضيع متنوعة ونتعرف على مختلف الأخبار وأيضا الأحداث في إمارة الفجيرة وإمارات الدولة كافة. بالفعل مروة، وأيضا مشاهدينا فقراتنا متنوعة لليوم، راح ننطلق معاكم مع أخبار دار السعادة، ونتوقف عند حديث الفجيرة، ونسلط الضوء بعد في فقرة ترند في دار السعادة على أهم الأخبار والترندات، ونستمع بعد إلى رأي الناس في كلام الناس مع الزميل مانع الحفيتي، وراح يكون لنا في الختام لقاء مع نجم من نجوم الفن المتميزين وبعد أصحاب البصمة الفريدة. فعلا يا زينة، وبعد أحب أنوه مشاهدينا أن راح نكون بانتظار تفاعلاتكم وآرائكم حول مواضيعنا المختلفة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاغ استديو الفجيرة. بالفعل مروة، وأكيد راح نكون سعيدين باستقبال كافة الاقتراحات، ولكن قبل ما نتعرف اليوم على مواضيعنا لازم يكون لنا وقفة مع زميلنا عبد الله الهاشمي، وراح يخبرنا أكثر عن عناوين آخر أخبار السوشيال ميديا في فقرة ترند في دار السعادة. يسعد مساك يا عبد الله، مساك الله بالخير. مساء الخير زينب ومروة، وأكيد أحب أمسي على مشاهدينا ومشاهدين برنامج استديو الفجيرة. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد عبر برنامجكم المفضل استديو الفجيرة، واليوم اخترنا لكم مجموعة من الأخبار واللي أتمنى أنها تنول رضاكم، وبستعرض وياكم الحين عناوين فقرة ترند في دار السعادة اللي اخترناها لهذا المساء. وأول ترند، اتفاق دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي للمناخ اللي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض في كوب 28. أما في الترند الثاني، دراسة علمية تؤكد بأن الرجل أكثر حنانا من المرأة. والترند الثالث، أعلن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية عن عثورهم على ثمرة الطماطم ضالة زرعت في الفضاء بعد 8 أشهر من اختفائها لأول مرة. وكانت هذه عناوين ترند في دار السعادة واللي راح نتكلم عنها بالتفصيل بعد قليل، وعودة لكم مروة وزينب. يعطيك العافية عبد الله، وأكيد بكلنا عودة مرة ثانية معاك. والحين مشاهدينا راح نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في فقرة دار السعادة. دشن الملتقى الوطني للفرق الإماراتية الطبية التطوعية الاحتياطية المساندة الذي يعقد في أبوظبي أول مستشفى ميداني متنقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية في بادرة مبتكرة وغير مسبوقة على مستوى العالم، وذلك بمبادرة من برنامج الإمارات للجاهزية وأيضا الاستجابة الطبية جاهزية وأيضا المركز الأوروبي لطب الكوارث ومركز أبوظبي لطب الكوارث يا زينب. بالفعل مروة، أكيد مشاهدينا الحديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله ويانا. مساك خير. مساك الله بالخير. يا هلا دكتور. دكتور، بداية لو نتحدث بالفعل عن أهمية تدشين أول مستشفى ميداني متنقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية. المستشفى الميداني المستدام هو يعتبر من المبادرات المميزة لأطباء الإمارات، والذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية تشخيصية وعلاجية من خلال وحدات ميدانية متحركة تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم في المناطق البعيدة أو في الدول الأفريقية أو الأسيوية اللي تكون تفتقر لها الكهرباء الاعتيادية أو المولدات الكهرباء. وبالتالي تتيح هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الصحية في مناطق والقرى البعيدة، وبالتالي تعمل على تخفيف من معاناة المرضى
وتقديم الخدمات في أماكن تواجدهم، وتأتي هذه المبادرة استكمالا للمبادرات زايد العطاء فعلا. 23 سنة الماضية، واللي استطاعت أن تقدم الخدمات العلاجية وتشخيصية للملايين باستخدام عيادات ومستشفيات ميدانية ومتحركة في مختلف دول العالم. وكان إطلاق هذه الفكرة لإيجاد حلول واقعية للخدمات الصحية في المناطق النائية في الدول الأفريقية، وتقديم العيادات المتنقلة المستدامة بيقدم نقلة نوعية في الخدمات الصحية في هذه المناطق النائية، وبالتالي يمكن الكوادر الطبية من خدمة المجتمعات بمستشفيات مجهزة بغرفة للاستقبال المرضى وعيادات متنقلة وصيدلية ومختبر تعمل بالطاقة الشمسية، وبالتالي تقدم حلول واقعية ومستدامة. الدكتور عادل، أكيد في مزايا بيئية وأيضا اقتصادية لهذا أكيد المستشفى المتنقل، يا ليت لو تخبرنا عنها. طبعا المستشفى الميداني المستدام نهدف من خلاله إلى تقديم خدمات صحية والتي لها أثر اقتصادي كبير من خلال كوادر طبية متطوعة تساهم بخبراتها في تخفيف من معاناة المرضى، وإضافة إلى نعمل من إلى إيجاد حلول واقعية للمناطق النائية في هذه الدول من خلال الطاقة الشمسية، والتي طبعا توفر مبالغ مالية كبيرة من خلال الاستعانة بهذه التكنولوجيا وتبديلها بالمولدات اللي تعمل بالديزل وغيرها، ولها أثر اقتصادي كبير ولها أثر بيئي ضار. وبالتالي من خلال هذه الفكرة ومشروع أطباء الإمارات باستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الميدانية، نعمل على يعني تقديم حلول بتكون صديقة للبيئة أكثر وتكون خضراء ومناسبة لهذه المناطق البعيدة والنائية فعليا. طيب يعني دكتور، لتحقيق الاستخدام الكامل للطاقة الشمسية النظيفة، ما هي الموارد التي يتم استخدامها بالفعل لتكون مستدامة وأيضا تحقق الوصول إلى طاقة بيئية نظيفة؟ نعمل من خلال هذا المشروع التعاون مع أبرز الشركات والمؤسسات والجامعات التي لها دور كبير وبحثية وعلمية في مجال الطاقة النظيفة. احنا دشنا هذا المشروع في عدة على عدة مراحل. المرحلة الأولى سوف يتم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل العيادات المتحركة للمستشفى الميداني ووحدات الإقامة والصيدلية والمختبر. المرحلة الثانية من خلال تعاوننا مع الأبرز المؤسسات والشركات والعمل في مجال الطاقة النظيفة، سوف نعمل على تشغيل غرفة العمليات، وبالتالي من خلال هذه الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة الصحية والأكاديمية والعلمية إن شاء الله نقدر نقدم حلول صحية وبيئية تعمل على استدامة العمل الإنساني والطبي انسجاما مع الروح الإنسانية المغفور للشيخ زايد بن سلطان آنذاك لجسر الخير والعطاء لأبناء الإمارات بقيادة صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آنذاك رئيس الدولة حفظه الله، والذي يشجع الأطباء الإمارات على تبني مبادرات مبتكرة في مجال العمل الصحي والبيئي، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. فعلا دكتور عادل، في بعض الأحيان من ممكن أن يكون خلينا نقول في بعض الحوادث أو الكوارث، كيف يمكن المستشفى المتنقل الاستجابة للحوادث الطارئة وأيضا الكوارث بفضل مرونته وقدرته أيضا على التنقل؟ المستشفى الميداني المتنقل أسس من أطباء الإمارات
منذ عام 2000، وشارك في العديد من المهام سواء على المستوى المحلي او المستوى الخارجي. المستوى نعم. الخارجي شارك المستشفى الميداني في الفيضانات في باكستان والسودان، وشارك في ما شاء الله. الزلازل، وشارك في الانفجار البركان في اندونيسيا وغيرها من المهام الدوليه في خلال الطوارئ. هذه اضافه الى مهامها في حالات غير طارئ من خلال خدمات يقدمها للعديد من الفئات في القرى في الدول المستضيفه. على المستوى المحلي شارك المستشفى الميداني في دعم جهود مؤسسه الدوله خلال فتره كورونا، حيث ان كان اول مستشفى ميداني تم تاسيسه بالشراكه مع وزاره الصحه في اماره عجمان باداره وتشغيل من اطباء الامارات، وقدم خدمات التشخيصيه والعلاجيه لاكثر من 100,000 من المقيمين والمواطنين، وشكل نموذج مبتكر للعمل الصحي الداعم لمؤسسات فعلا. الدوله من خلال مستشفى ميداني متكامل، ليس فقط يقدم قدم خدمات علاجيه ووقائيه لمرضى كورونا، لكن هنا ساهم في تبني برنامج اسمه برنامج الامارات الجاهزيه والاستجابه الطبيه من خلال مبادره مشتركه مع مكتب فخر الوطن، واستطعنا من هذا خلال هذا البرنامج في السنتين الماضيتين من بناء قدرات اكثر من 5,000 كادر طبي من خط الدفاع الاول في مجال طب الطوارئ وطب الكوارث وطب المجتمع والطب الميداني والطب الانساني، وفي خطه استراتيجيه لتدريب وبناء قدرات وجاهزيه اكثر من 20,000 من الكوادر الطبيه العامله في مؤسسات الدوله بالشراكه مع الكليه الامريكيه للجراحين والمركز الاوروبي لطب الكوارث وجامعه هارفارد وجامعه جورج وغيرها من المؤسسات الدوليه لايجاد برامج تدريبيه مستدامه وخلق قاده من الكوادر الطبيه لاستدامه البرامج التدريبيه ضمن منهج موحد، وبالتالي نرفع من قدرات الكوادر الطبيه ومهاراتها في مجال الاستجابه للحالات الطارئه وتاسيس قاعده بيانات من الفرق الطبيه الوطنيه الاماراتيه المسانده والتي تشكل داعم ورافد وجزء لا يتجزا من المنظومه الصحيه خلال الطوارئ من خلال دعمها للمؤسسات الصحيه الحكوميه والخاصه بفرق طبيه مؤهله ومستشفيات وعيادات متحركه. أكيد دكتور عادل، شاكري لكم هذا التواجد الدائم في العديد من المبادرات الخاصة بالكوادر الصحية وأيضا الطبية الإماراتية. كل الشكر لك الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد للعطاء، رئيس أطباء الإمارات، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية جاهزية. شكرا لك دكتور ويعطيك العافية. أكيد مشاهدينا، ننتقل معاكم إلى موضوع آخر، وبالتحديد جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية اللي نظمت برنامج شتاءنا غير، وتضمن هذا البرنامج العديد من الورش التثقيفية النظرية والعملية بعد، واللي كان أبرزها ورشة اكتب خططك المستقبلية وحدد أهدافك. أكيد راح نتعرف عليها أكثر وعلى هذه الورشة عبر الهاتف مع الأستاذة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. طبعا هذه الورشة من ضمن برنامج شتاءنا غير اللي راح ينطلق إن شاء الله اليوم ولمدة أسبوعين بمختلف الورش والفعاليات من جميع فرسان الفجيرة. إن شاء الله تكون هذه ورشة مفيدة ويستفيدون منها جميع الحضور اللي راح يتواجدون اليوم إن شاء الله في الورشة. راح تكون ورشة تفاعلية، راح تكون فيها جوائز ومسابقات، حبينا أنها تكون شوية غير عن أن كتلقين محاضرة و الحصول على المعلومة، لحتى أن الأطفال أو الأولياء الأمور اللي راح يتواجدون في هذه الورشة يتفاعلون معنا، وبعدين
نطلع من جو الروتين العادي اللي هو تحصيل نتائج الورشة. أهم محاور الورشة اللي هي أول شيء نعرفهم على مفهوم الخطط المستقبلية، أهداف الشخصية لتحقيق هذه الخطط، وكيفية الوصول للمبتغى أو الهدف الرئيسي من وجود هذه الورشة. راح أقدم ورشة اكتب خططك المستقبلية اللي من ضمن برنامج شتاءنا غير. الورشة تتحدث عن راح نحدثهم عن الخطة المستقبلية وأهمية كتابة خطتهم، كيف يكتبون الخطط بشكل جيد. كتابة الخطة المستقبلية راحت لها دور كبير في أنها تساعد الشخص على يحدد شو الهدف اللي راح يبني في المستقبل، شو حاب يكون في المستقبل، على هالأساس راح يبني خطته المستقبلية. الطفل اللي عنده فكرة في باله شو راح يكون في المستقبل راح يتعرف وكيف يقدر يبني خطته. فمن الورشة واللي بيتعلم فيها عن بناء الخطة راح يقدر يبني خطته اللي راح تساعده انه يوصل للهدف اللي هو يبغاه. الدكتورة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس جمعية الفجيره الاجتماعية الثقافية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيره الاجتماعية الثقافية. هلا ومرحب فيك. مساك الله بالخير. مساء النور والسعادة. مساك ورد وسعادة. حبيبة قلب الجميع متابعي برنامج السعادة. حبيبتي يعطيك العافية. دكتورة، لو تحدثينا أكثر عن برنامج شتاؤنا غير الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. إن شاء الله عزيزي، في البداية أحب أشكر تلفزيون الفجيرة على جهوده المتميزة دائما في تغطية كافة فعاليات وأنشطة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. بالنسبة لبرنامج شتاؤنا غير، أطلق مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحاب الهمم التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية الاثنين الماضي برنامج شتاءنا غير. طبعا هذا البرنامج بمناسبة بدء الإجازة الشتوية للطلبة. تشرف على البرنامج محدثتكم والأستاذة موزة الماحي المدير التنفيذي للأنشطة والبرامج. هذا بالنسبة طبعا للجزء الخاص بمجلس منصة مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحابنا. كما تعرفون أن لدينا مختلف المنصات، وكل منصة لها أيضا برنامج ومهرجانات وملتقيات سيتم أيضا تنفيذها في برنامج شتاءنا غير بإذن الله. يحدث هذا البرنامج إلى تنمية مهارات وقدرات الطلبة، استغلال أوقات فراغهم، فراغ الطلبة خاصة في إجازة شتوية، فيساعد أيضا على اكتشاف وصقل مواهب الطلبة ورعايتها، بالإضافة لاستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل بحيث يتم تحقيق التوازن بين التعليم والتثقيف والترفيه والتسلية. نعم صحيح. يتضمن البرنامج شتاءنا غير عدد من الفعاليات والأنشطة والورش التثقيفية والفنية والصحية، منها ما تم تقديمه الاثنين الماضي اكتب خططك المستقبلية وحدد أهدافك. لدينا أيضا تم تنفيذ ورشة استدامة التميز. اليوم بإذن الله لدينا ورشة فنية بعنوان الطباعة على القمصان، ولدينا أيضا مختلف من الورش التي سيتم تقديمها بإذن الله الأسبوع المقبل. نعم إن شاء الله. يعني دكتورة، لو نسلط الضوء أكثر على ورشة اكتب خططك المستقبلية، وأيضا ما هو الهدف منها؟ كما تعرفون الآن بإذن الله نحن على مشارف نهاية عام ميلادي وبداية عام ميلادي جديد. كل إنسان في بداية العام أو نهاية عام يقيم أداءه ما حققه من إنجازات خلال العام الماضي، ويستقبل السنة الجديدة والعام الجديد بوضع خطط مستقبلية بأهداف جديدة يسعى إلى تحقيقها، من خلال لذلك لابد من وضع خطط مستقبلية خاصة بالنسبة للطلبة حتى نستثمرهم للاستثمار الصحيح. لابد من نعودهم على التخطيط المستقبلي. نعم. تعرفوا أن أمر التخطيط أمر ضروري في حياتنا كلنا، بتنظيم الوقت واستغلاله قدر المستطاع. صحيح.
بالإضافة إلى أهمية تحديد المسار، يكون المسار الإنسان مسار واضح نحو تحقيق أهدافه. صحيح، المسار والوجهة أيضا، وجهة الوصول. دكتورة هدى، ما أهمية هذه الورش خاصة في فترة الإجازة الشتوية الآن؟ طبعا تنفيذ مثل هذه البرامج والورش الثقافية والفنية والتثقيفية يساهم في البداية في استغلال أوقات فراغ الطلبة في الإجازة الشتوية. أيضا يعمل مثل ما قلنا على اللي هو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، استغلال الطاقات الابتكارية لدى الطلبة، ويساهم أيضا في حصولهم على الترفيه والتسلية بعد جهودهم خلال الجد والاجتهاد في الفصل الدراسي. إذا هنا يكون فاصل ويستقبلون فصل دراسي آخر مهيئين ومستعدين لهذا الفصل. صحيح. يعني لذلك هذه الورش الخاصة في الإجازة الشتوية تقدم الطلبة والأولياء الأمور، لأن أغلب الأولياء الأمور يشترون وين يودون عيالهم في الإجازة الشتوية. فعلا ممكن يسافر في هالإجازة، خاصة إحنا ما شاء الله أجواءنا الشتوية أجواء جميلة جدا. صحيح، فبالفعل يستغلون هذا في توجيههم نحو الورش التي تعمل على استفادة من مهارات هؤلاء الطلبة وتنميتها. صحيح، بالفعل نفس ما قلتي دكتورة هدى، البعض يعني ما يكون عارف كيف يستغل بالفعل وقت الفراغ في مثل هذه الإجازات ما بين فصول الدراسية. أكيد دكتور، نتحدث أيضا عن دور فرسان الفجيرة، كان لهم دور كبير في مثل هذه الورش وأيضا ضمن هذه المبادرات، لو تحدثينا عن دورهم. إن شاء الله. كان جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عامة ومجلس الطفل ومجلس سائد لأصحاب الهمم دور كبير في تبني فرسان الفجيرة منذ الصفر، والعمل على دعم مواهبهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات، يعني منذ أن كانوا أطفال وهم ينتمون وينتسبون إلى مجلس الطفل وإلى جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. حاليا طبعا هذا ساهم في تعزيز تعزيز قيم المسؤولية وبناء شخصية هؤلاء الأطفال، بحيث مثلهم من يعني الآن هم قادرين ومتمكنين من تقديم هذه الورش بالتعاون مع أمهاتهم، من بداية الورشة من حيث إعداد الورشة تقديمها لنهاية تقديم الورشة. فعلا دكتورة هدى، ذكرتي قبل شوي بأن نحن نحطي الأهداف في بداية كل سنة، خبرينا عن خططكم أكيد المستقبلية في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. نعم طبعا كما تعرفون كما يعني واضح للعيان في سواء في الفجيرة مجتمع الفجيرة أو المحلي أو على مستوى دولة الإمارات، تثني جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية دائما بالظهور بحلة جديدة في برامجها وملتقياتها ورشها فعالياتها المتميزة التي يشهدها الجميع سواء مستوى إمارة الفجيرة مثل ما ذكرت أو على مستوى إمارات الدولة. بإذن الله سيتم هناك العديد من الخطط، منها تنفيذ مهرجان حصاد الفجيرة، أيضا لدينا مهرجان الجبل الثقافي، مهرجان فن الطرائق، مهرجان شتاؤنا في الفجيرة أيضا سيتم تنفيذه. هذه طبعا مثل ما قلت لك تابع لمنصات مختلفة مثل منصة التنمية الاستدامة، منصة المجلس التراثي، منصة المقهى الثقافي. مختلف المنصات تعمل دائما على طرح أنشطة وملتقيات ومهرجانات وحلة جديدة تتميز بها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. يعطيكم العافية أكيد دكتورة هدى، ونتمنى لكم دائما التوفيق في كل المبادرات أكيد الخاصة بأهالي إمارة الفجيرة وأيضا المناطق التابعة لإمارة الفجيرة. كل الشكر لك دكتورة هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ومديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. شكرا لك دكتورة ويعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شكرا حبيبتي على هذا اللقاء. شكرا لك. الله يعافيكم. يعطيك العافية. شو رايك يا زينب نروح لموضوع اخر، تحبين الخيل؟ ايه الحين في بطوله في الفجيره تعرفين عنها صح؟ أكيد غنية. تعالي نعرف تفاصيل عنها نحن والمشاهدين. عقدت اللجنه المنظمه لبطوله الفجيره الدوليه للخيل العربي مؤتمرا صحفيا اعلنت فيه عن انطلاق النسخه الثامنه من البطوله، واللي تقام تحت رعايه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره حفظه الله. تفاصيل اكثر بنتعرف عليها وياكم مشاهدينا في هذا التقرير. Thank you.
برعايه كريمه من سيدي سمو ولي العهد حفظه الله. تنطلق غدا ان شاء الله البطوله، بطوله الفجيره الدوليه لجمال الخيل العربي. هذه البطوله في نسختها الثامنه ان شاء الله راح تستقطب في حدود ال 225 راس من افضل الخيول المشاركه على مستوى الدوله، وهذه الخيول متاهله من المركز الاول للمركز الرابع، وان شاء الله نطلع بنسخه مميزه. اللجان الفنيه الموجوده اليوم عندنا في بطوله الفجيره تعتبر من افضل الخبرات الموجوده على مستوى العالم، عندنا حكام من امريكا، وعندنا ايضا حكام يحكموا في البطوله من اوروبا ومن الدول العربيه، ايضا ابراهيم الياس ابراهيم من البحرين، وان شاء الله ايضا اللجنه الانضباطيه ايضا من اوروبا، فنخبه من الحكام عندهم خبرات كبيره راح يكونوا موجودين على الأرض، وإن شاء الله أن دائما نراعي مستوى الحيادية والشفافية في أعلى معاييره. برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، تنطلق بطولة الفجيرة الدولية الثامنة للخيل العربي غدا إن شاء الله تاريخ 14، وتستمر لمدة 3 أيام. حقيقة اللجنة المنظمة استعدت لهذه البطولة من حوالي 4 شهور، رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 4 ملايين درهم، هناك كثير من المرابط وكثير من الخيول إن شاء الله تنافسية، حاولنا نعد المكان بمزج بين الحاضر وكذلك المدينة القديمة الموجودة هنا، الحمد لله رب العالمين هذا التمازج الجميل أعطانا موقع مميز لمثل هذه البطولات. حقيقة مستمرين بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تم إضافة بطولتين، بطولة الفجيرة للقفز والتي أقيمت بتاريخ 12/12، وكذلك بطولة الفجيرة للدرساج الترويض والتي ستقام إن شاء الله تاريخ 17. هذا الاهتمام الكبير بالخيل وهذا من الموروث الإسلامي والموروث العربي، وحقيقة هذه نوجه رسالة حقيقة للمجتمع، وكذلك أنه إحنا قاعدين من خلال بطولاتنا هذه ندعو الناس والمجتمع التمسك بموروثهم الاجتماعي والموروث الإسلامي والموروث العربي كذلك. بطولة الفجيرة قطعت مشوار كبير جدا جدا، من بطولة عادية محلية إلى بطولة دولية، لكن إن شاء الله نطمح أنها تكون إن شاء الله في المستقبل القريب من البطولات تصنيف ألف. بطولة الفجيرة الدولية محطة من محطات مربط دبي لتأهيل الخيل الجديدة اللي تكون لها أول مشاركات هنا بطولة الفجيرة، وتنطلق بعدها إلى العالمية إن شاء الله. على سبيل المثال انطلقنا في المهرة دي آسرة السنة الماضية، وراحت وشاركت في البطولة الدولية وبطولة عالمية، والحمد لله حصلت على الكثير من الألقاب الدولية بعد مشاركتها وانطلاقها من بطولة الفجيرة. مشاهدينا أكيد ما زلنا معاكم في فعاليات إمارة الفجيرة، والتي تتميز أيضا بطبيعة ساحرة وخلابة، وأكثر ما يميزها جمال جبالها والطبيعة الجميلة الموجودة فيها. وبعد دائما كل ما يزور إمارة الفجيرة يتحدث عن جبال الفجيرة، يتحدث عن تميزها وأيضا سحرها الخاص. فعلا يا زينب، ولهذا السبب مشاهدينا مركز الفجيرة للمغامرات وفريق تشيك ان ادفنتشر اكيد ينظمون يوم السبت المقبل مسار قوس قزح ضنحة، واللي راح نتكلم اكثر عن هذه المغامرة الجميلة جدا مع ضيفنا عبر الهاتف الاستاذ براء عدنان عضو فريق تشيك ان ادفنتشر. يا هلا ومرحب فيك، مساك ورد. مساك الله بالخير. مساء الخير والسرور، شكرا جزيلا. بداية خبرنا عن مغامرتكم هذه المرة في مسار قوس قزح ضنحة أستاذ. شكرا جزيلا، أولا أحب أن أشكر قناتكم المتميزة قناة الفجيرة. نورت، تسلم. أخذت الفرصة لتسليط الضوء على مسارات الدولة الجميلة لرياضة المسيرة الجبلية الهايكينج، وأيضا لاستضافة شركتنا تشيك ان ادفنتشر للتحدث عن رحلتنا القادمة اللي هي بتكون يوم السبت بإذن الله موفقين إلى مسار وادي ضنحة أو ما يعرف بمسار رينبو أو قوس قزح. نعم. وحيث أن هذه المسارة لها طبيعة جمالية خلابة وتضاريس يقل تكرارها في باقي مناطق الدولة. طبعا مغامرتنا القادمة حتكون مميزة وسلسة، واللي ستضيف المتعة والتحدي للمشاركين.
معنا في هاي الرحله. طبعا هذا احنا بدايه من هذا الموسم يعني قمنا بتنظيم عده رحلات لهذا المسار، ولاحظنا يعني اقبال كبير من المشاركين لاعاده الرحله اكثر من مره. ننضم لكم انا وزينب ان شاء الله هذا المسار. اكيد اكيد بإذن الله. هذا شيء شرف لنا يعني. يعطيك العافيه. شركتنا مثل ما تعرفون هي طبعا صار 3 سنوات في الدوله موجوده، مرخصه من اماره الفجيره واماره دبي، وايضا تتميز بانه اعضاء الشركه يكون كلهم من المغامرين اللي لهم يعني باع طويل في المسارات الجبليه، وايضا معانا من المسعفين والمرخصين، وايضا ركز على كثير من امور السلامة المشاركين، لأن مثل ما تعرفون المسارات الجبلية هذه في بعض المكانات بتكون فيها نوعا ما من الحذر الشديد، وأيضا صحيح. ممكن المشارك يتعرض إلى بعض الأمور، فبالتالي احنا عندنا الستاف الكامل اللي مؤهل اللي يتعامل مع هاي النوع من أنواع الأماكن الجبلية. صحيح. طيب يعني أستاذ لو نتحدث أكثر عن مزايا ومميزات مسار قوس قزح ضنحة، شو هي المزايا الموجودة في هذا المسار واللي تميزه عن غيره؟ طبعا هو مسار جميل جدا. الحلو في المسار هذا هو مسار يعني يتنوع صعوبته من البسيط إلى المتوسط، يمكن إلى في نهايته يكون قريب إلى الصعوبة. المسار طوله حوالي من بدايته الى نهايته اللي تكون عباره عن قمه تكون مطله على ميناء دبل بيعه اللي يتابع لدوله عمان الشقيقه، طوله حوالي 6 كيلومتر ذهابا وايضا عوده 6 كيلومتر. طبعا اي شخص بالبدايه من يمشي في اي مسار، بعض المسارات تكون مباشره تبدي صعود فبتكون صعبه على المشاركين. صحيح. المميز في هذا المسار انه يبدي تدريجيا، يعني حتى الصعود تدريجي، فبالتالي اللي يمشي حيكون بالبدايه كانه مثل حمام يقوم فيها، بالتالي شوي شوي ما يحس في جهد عضلي. يعني حتى ولو شخص اول مره يقدر، مش من المفروض انه يكون هو متدرب على الهايكينج، صح؟ لا لا لا. حتى لو اول مره يقدر يعني يحضر المسار ويقدر يتمتع في المناظر الجميله اللي فيه، الطبيعه الخلابه اللي فيه. المسار بيكون بين يعني بين جبلين ارتفاع عالي، فبالتالي حتى في بعض الاحيان لما تكون شمس بيكون ظل لهذه الجبال على المنطقه، فبالتالي ما بيحس في تعب كثير. نعم. فيها رائع باذن الله. كل المفروض يكون طبعا في اكيد يعني يكون حذاء مخصص للهايك اللي هو تكون انه يساعد للسلام. صحيح. انه يرجع عشان يكون مرتاح، ما يكون في عنده ضغط معين على او متاذي من المسير، لانه طبعا الارض بتكون فيها صخور مختلفه يعني. صحيح. طبعا ايضا المنطقه طبيعه الصخور اللي هناك تتمتع بالوان يعني متدرج الالوان للطيف الشمسي، ولهذا تم اطلاق هذا قوس قزح على هذا المسار. جميل. يعني طبيعه الصخور والوانها وتكويناتها الجيولوجيه مميزه نادر ما بتلقيها في اي مسارات اخرى في الدوله. جميل. بما فيها من صخور كبيره، صخور صغيره، احجام مختلفه، الوان مختلفه، ايضا في نباتات مختلفه هناك، في بعض الحشرات، بعض الامور اللي هي تكون ممكن الواحد يشوفها في مثل هالاماكن هذه. وطبعا بتكون لما تكون الامطار تكون قريبه نازله موجوده، ايضا في برك مائيه بتتكون هناك بتعطي جماليه اضافيه للمكان والمسار، واي حد يحضر هناك حيشوف راح يستمتع الصور اللي ياخذها وبالفيديوهات اللي بيحطها بتكون تجربه ما بتتكرر عنده يعني. نعم ان شاء الله. يعني اكيد استاذ نتمنى لكم كل التوفيق في هذه المغامرات وايضا في اختياراتكم المتميزه والرائعه. شاكرين لك تواجدك معنا اليوم عبر الهاتف الاستاذ براء عدنان عضو فريق تشيك ان ادفنتشر. شكرا لك دكتور، ويعطي شكرا لك استاذ، ويعطيك العافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. نحن بننضم يا زينب ان شاء الله باذن الله. اكيد مشاهدينا مستمرين في فقراتنا وفي مواضيعنا المختلفه في برنامج استديو لف جيره، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وما زلنا مستكملين وياكم فقرات برنامج استديو الف جيره. وبرد مره ثانيه برحب بزميلتي زينب. مساك ورد يا زينب. مساك خير وسعاده وسرور. اكيد مشاهدينا ما زلنا مكملين معاكم فقرات برنامج استديو الف جيره، وراح ننتقل الحين معاكم الى فقره حديث الف جيره.
تشهد إمارة الفجيرة هذه الأيام إقامة 3 بطولات في رياضة الفروسية، وهي بطولة الفجيرة لقفز الحواجز واللي اختتمت منافستها أمس، وبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي والتي ستنطلق منافستها غدا، وبطولة الفجيرة للدريساج وأكيد التي ستقام في 17 من ديسمبر الجاري. فعلا مروة، أيضا المعروف أن رياضات الفروسية والخيل تحظى باهتمام كبير وشعبية كبيرة بعد، فكيف لا وهي رياضة الآباء والأجداد وجزء أكيد أصيل من التراث الإماراتي وهويتنا الوطنية. دعونا الآن نعيش أجواء بطولة الفجيرة لقفز الحواجز والتي شهدت تنافس كبير بين نخبة الفرسان وأيضا نجاح تنظيمي كبير أبهر الجميع، مع ضيفنا في حديث الفجيرة الفارس محمد عبد الرحيم الفيومي، فارس ومدرب وحكم فروسية، ولكن بعد مشاهدة هذا الفيديو. أكيد مشاهدينا بعد مشاهدة هذه التفاصيل عن هذه المنافسة، خلينا نرحب معاكم بضيفنا الفارس محمد الفيومي. مساك الله بالخير، حياك الله ويانا. مساك الله بالخير، السرور، نورتنا، نوركم. محمد، خلينا في البداية نتحدث بالفعل عن هذا التنظيم الرائع والكبير لبطولة قفز الحواجز في إمارة الفجيرة والنجاح الكبير اللي حققته. طبعا في بطولات قفز الحواجز هي تحتاج أعداد وتركيز كبير جدا في التجهيز، لأنك تتعامل مع خيل وتتعامل مع فرسان وجمهور، ولها يعني بعض الالتزامات للهيئة المنظمة. المفاجأة أن هي أول بطولة قفز حواجز في إمارة الفجيرة تحقق هذا النجاح الباهر من ناحية التنظيم ما شاء الله، من ناحية الموقع الرائع، من ناحية التجهيزات، حسن الضيافة، وأيضا كان يعني المفاجئ في الموضوع أن دعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن الجوائز وصلت 70,000 درهم لأكثر من بطولة. يعني إحنا عادة في البطولات يكون الجوائز يعني الماكسيم توصل 30 كذا، لكن كان دعم لا محدود، فحفز معظم فرسان الإمارات أنهم يشاركوا في هالبطولة ويكون هذا التنظيم الرائع. نعم، كان للموقع يعني دور كبير أيضا في خلينا نقول نجاح هذه البطولة واللي هي أكيد ساحة قلعة الفجيرة. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع وعن الاختيار المميز للبطولة. طبعا قلعة الفجيرة هو معلم تراثي يعني عريق، ولكن حضور بطولة جامبينج اللي هي الخيول، هي طبعا الخيول رياضة قديمة ورياضة يعني تراث والأجداد ومن عصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك من الفراعنة وغيرهم، ولكن تواجدها في هذا المعلم الرائع. طبعا إمارة الفجيرة تمتاز بالهدوء والراحة النفسية وبالطابع التراثي، بالطابع التراثي، ما بالك أن بطولة شو جامبينج قفز موجودة داخل القلعة في هالأجواء والهدوء.
هدوء، حتى الطبيعة، المنظر، منظر القلعة، منظر يعني أي مكان تحط عينك عليه تحس براحة نفسية. فعلا. اللون، الشكل، فكان هذا الشيء يعني خلاب وجذب قلوب كل المشاهدين وأيضا الفرسان. يعني أنت يوم تشوف الفارس هو داخل، تشوف منظر الأرينا وسط القلعة، الطبيعة، الأشجار، المعالم التراثية، يحس عمره في مكان آخر، يعني في يعني دخل الجنة نفس ما نقول. حلو، يعني بالفعل ساعدكم اختيار صحيح. هذا الموقع نفس ما ذكرت مروة أن يتم هذا النجاح الكبير لهذه البطولة اللي أقيمت في إمارة الفجيرة. عطى انطباع للناس، يعني طبعا إمارة الفجيرة حضر من كل الإمارات فرسان دوليين، فطبعا أن اختيار هذا الموقع بالذات أعطى انطباع شو هي إمارة الفجيرة. حلو. شو المناظر التراثية، شو الراحة اللي في الفجيرة. جميل، خلاكم يعني تجمعون بين كل شيء في مكان واحد. يعني ما شاء الله محمد، كونك فارس وأيضا حكم ومدرب، برأيك شو المهارات التي يجب أن يمتلكها الفارس في نقول مسابقات قفز الحواجز؟ بالنسبة للفارس عموما، بعدين نتكلم على قفز الحواجز. طبعا هي وصية سيدنا عمر بن الخطاب أنه علم أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. السباحة نعرف أن هي تدرب عضلات الجسم والقلب وغيرها والتنفس. الرماية التركيز واللي هي التحكم العضلي العصبي. بس الفروسية غير، أخلاق، لياقة، زي ما تكون اللي هي تريتمنت للشخص أو علاج للشخص أنه نعم. من الضغوطات الحياة، من التعامل مع كائن جميل وفي يحب الفارس. فهي أخلاق تتكون لهذا الفارس، وإذا ما تكونت فيه ما يكون فارس. نعم. يعني أخلاق تغير في شخصيته، تخلي الفارس عنده ثقة بالنفس. في تحديات تصير بينك وبين الخيل حتى تقوده، فأنت تكون قائد. ونجدها دائما الرويال فاميليز أو الأسر اللي هي الملكية في العالم يركزوا على هالرياضة، لأنهم صحيح. يعرفون أنها تعطي الفارس شجاعة، لأنك تتحكم في كتلة عضلية قلنا كيك مالها أو الرفس 500 نيوتن، قوية جدا، غير وزنه قريب النص طن. أنت تتحكم فيه مش بالضرب ولا بالعنف، لا، تتحكم بالإحساس. صحيح. تتحكم بالذكاء. فهاي الصفات نعم. لازم تتكون عند الفارس بحيث أنه هو يقدر يدخل أي بطولة. طب بالنسبة لقفز الحواجز، رياضة قفز الحواجز تعتمد على الفارس وعلى الخيل. الفارس لازم يكون عنده تدريب وخبرة بما فيه الكفاية أن يتحكم حتى يقوم باجتياز هذا العدد من الحواجز اللي هي تكون ما لا يقل عن 12 ست فأكثر. طبعاً في تو فيزز وفي بعدها مباريات أخرى تكون تمايز. فالفارس لابد أن هو يكون عنده خبرة، عنده علاقة قوية بينه وبين خيله، لأن الخيل لو حب الفارس شو بيصير؟ يستعد أنه يضحي من أجل الفارس. بمعنى قفز الحواجز هي باختصار أنه كيف أنك وانت والخيل تجتازوا هذا العدد من السدود في هدوء وفي صح. تحكم بدون ما تطيح سد أو الحصان مثلاً يأفويد يعني يمتنع عن القفز في أقل زمن وفي أقل نقاط جزاء. نعم. فإذا الفارس أخطأ في شيء ما، الحين الحصان ذكي جداً ويحب اللي عليه صح؟ فإذا الفارس أخطأ الحصان يفهم، يقول لك لا، يتحمل الخطأ الحصان ويحاول أنه يعد السد بدون ما يطيحه. مثل نعم. شو الخطأ؟ الفارس لازم يقوم بوضع البوزيشن الكليب أو اللي هو الجمب بوزيشن، وضع الجمبينج أو القفز هو بيفور أو قبل السد. إذا تأخر الفارس عن الزمن أجزاء من الثانية بالضبط، إذا تأخر يمكن أقل من أجزاء من الثانية، يعني هو أنت والحصان في نفس الوقت تأخذ نعم. وضع القفز. طب كيف؟ لازم أنت فاهم الحصان والحصان فاهمك. تأخر الفارس شو يصير؟ الحصان يحاول أن هو يجتاز السد ويتحمل الفارس على ظهره، لأن أنت توقف تخف على ظهر الخيل. لكن تأخرت الحصان شو يسوي؟ لو يحب الفارس وفي علاقة هي. علاقة وتحتاج وقت طويل من العناية نعم. وصحب صادق، ما في تمثيل، يعني ما أقول له أحبك وتروح، لا، الخيل تعرف وتحس بالفارس إذا فعلا هذا الفارس يحبها ولا الفارس بس يركب ويروح يستخدمها كسيارة فعلا. فإذا كان البوندينج أو العلاقة قوية، وطبعا التدريب الصحيح للخيل ولا الفارس، يقدر أن الحصان يتحمل خطأ الفارس ويعرف بعد انتهاء البطولة يوم يسمع الفارس الميوزك أو الموسيقى، لو مثلا ينادي الفارس المركز الأول كذا كذا ويسمع، يعرف أن الحين الفارس مستانس نعم. فتشوف الحصان حتى فخور بنفسه. فالاستعداد لرياضة قفز الحواجز مو بيوم وليلة، الحصان لازم يستعد على مدار ما نقول أسابيع، يكون شهور وسنوات إذا الحصان صغير. واستعداد الفارس أيضا لابد أن يكون مبني على طريقة علمية صحيحة نعم. ويكون
بالأداء الصحيح. ما شاء الله. السؤال يعني ذكر العديد من المواضيع يا زينب واللي أثارت فضولي، يعني أنا أعرف عالم الخيول هو عالم كبير جدا وصعب أنك حتى تفهمهم حتى ولو مدرب، لأن كل خيل أو حصان هو عالم بروحه، منهم العنيد ومنهم العصبي وفيهم صفات عديدة. كيف تروضون هذه الخيول قبل مثلا البطولة؟ الخيول نفسها خاصة العنيدة والعصبية. أوكي. الخيول هي حال البشر صح؟ احنا عندنا الأشخاص اللي سلوكها هادي، السلوك عصبي، السلوك مختلف. لكن دور المدرب انك الحين نفس تعاملك مع الناس، يوم تتعامل مع أي شخص تفهم هذا الشخص شو متطلباته. الخيل العنيد، ترى الخيل لو الفارس اللي عليه ما هو شخصيته قوية، مش بالضرب ولا بالعنف، في شيء اسمه التعزيز الإيجابي، البوزيتيف رينفورسمنت، تدريب بالتعزيز الإيجابي، نفس الأطفال بالضبط. لذلك الفارس تجد المدرب أو الفارس يتعامل مع الأطفال بطريقة رائعة أو الناس. ليش؟ جميل. لأن الطريقة اللي تستخدمها مع هذا الحصان هو بنفس الطريقة اللي تستخدمها مع الخيل الآخر، صح ولا لا؟ العنيد لا بد أن يحترم شخصية الفارس اللي عليه أو المدرب. المفروض الفارس تكون شخصيته أقوى من العنيد والأضعف. قوة الشخصية لا. وهذه للناس اللي تتابع ويعرفوها الناس في البيوت أيضا، قوة الشخصية مش بالعصبية والعنف، قوة الشخصية بالحكمة، طريقة القيادة، قدرة الصحيحة، العقلية أنه يقود بشكل صحيح. ما يحتاج أن أكون عصبي وياه، أتعامل وياه بالطريقة. هو شو يريد؟ يريد يعرف أني أنا فارس عليه، ما بطيح، مو بخايف منه، رقم واحد. رقم اثنين، يوم أتعامل وياه ترى هو ليش في سبب، ترى ما يكون الخيل عنيد مني والدرب أو يعني لا، الخيل ممكن يكون عنده ألم، ممكن يكون نفسيا تعبان. لو الخيل حط في البوكس ما طلع يلعب، نفس البشر يدخل في حالة اكتئاب، يدخل في حالات نفسية. فلا بد أنك تفهم أنا في شو مقصر، ليش هذا الخيل عنيد وياي؟ الخيل هذا عنيد بسبب أني أنا قمت مثلا، أو الجروم أو الراعي اللي يعتني بي ما يعطي الأكل بالطريقة الصحيحة، ما يعطي الماء النظيفة الفرش اللي هي ما تكون لا حارة ولا باردة، درجة حرارة الخيل. في هالعوامل كلها، يعني أنا نزلت حلقة على تغذية الخيل، نزلت حلقة أيضا على كيفية التعامل مع هالأنواع من الخيول. أنت تفهم شخصيته، نفس البشر، مو بكل الإنسان ممكن تشوف شخص رائع مع الناس ولكن ويا هذا الشخص عنيد وعصبي، صح؟ شو سويت أنا لهذا الإنسان؟ خليته شيء يستوي. نفس الشيء الخيل. في عوامل أخرى اللي هي الفحول، اللي هي اللي بتشوفوها في بطولة الجمال، طبعا هي في فطرة في الخيل. فالفحل هذا مثلا يوم يشوف التعامل وياه بقسوة كذا يعند، الخيل العربية فيها أصالة وفيها كرامة، ما تقبل أن هي تنضرب، ما تقبل أن هي يقوم الجروم أو حد يهينها أو يخليها تغار مثلا على الميرس أو الفارس. فيقوم الخيل بشو؟ أنه أنت احترم شخصيته، أنت كمدرب أو مدير اسطبل أو راعي خيل احترم هذا الفحل، ليش تخليه كل شوية تعصبه أو تقوم بالأشياء اللي هي تحفز فيه هذا الغيرة، تحفز فيه؟ بالعكس هذا شيء خطأ. في ناس تصور ونشوفها في الميديا يصوروا هالشيء يقول لك هذا عندي، بالعكس احترم مثل ما أنت كإنسان حابب الناس تعاملك، عامل خيلك. ويضاف عليها الناس اللي تروح مثلا تلمس الخيل شوية وتروح، الحصان اللي عنده زون، يعني منطقة خاصة فيه، إذا أنت راح تدخل هالمنطقة هي منطقة راحته، منطقة راحته، إما ممنوع تحترم الاقتراب؟ لا مش ممنوع، أدخلها ولكن تدخل تعتني، وبتلمس لمسة وتروح، بعدين تلمس لمسة، ما يصير نفس الإنسان. لا تروح الله. تهتم فيه، لو تروح بتسوي له الجرومينج أو اللي هي العناية بالخيل تسويها كاملة. وأنت كفارس لازم أنك تقوم بهذا الشيء، مش العامل، يعني ما احترامي اللي هو السايس أو عشان هذا. تتوطد العلاقة من بينهم بالضبط، لأنه هو راح يحب تكون العلاقة أقوى بينهم بالضبط. اللي هو المربي ما راح يشارك، أنت اللي راح تشارك، فلذلك العلاقة هي أنت اللي تبنيها، نفس البشر. صحيح. يعني ما شاء الله أستاذ محمد، رائع كلامك أكيد عن هذه العلاقة الجميلة ما بين الفارس والخيول. لو نتحدث شوي عن الفروقات ما بين قفز الحواجز، التقاط الأوتاد وأيضا الدريساج، اشرح لنا كل واحدة وشو الفرق بينهم لما يكون أكيد هناك بعض نقول المسابقات الرياضية الخاصة فيهم. بالضبط. طبعا رياضات الخيل متنوعة، مو بس القفز، في قدرة، في رينينج، في فولتينج، في وايد رياضات في الخيل، لكن أنا أتكلم على اللي أنا شغفي فيهم أو أن أنا أحاول أن أنا أطور نفسي فيهم، في دورات وفي مشاركات سواء تحكيم أو فروسية أو أدرب فرسان. القفز متعة ولها مواصفات معينة للخيل، لأن الخيل يشيل الفارس ويقفز ارتفاع يصل ل 160 سنتي للجرامبري أو البطولات الأولمبية، فتحتاج غذاء، تدريب،
مهارات للخيل، النوع مال الخيل هذا قوته كيف. يعني مثلا في خيول ضعيفة بالفطرة، السلالة هذه أصلا معروف أن هي ضعيفة، جسمها يكون صغير ما يتحمل أن يقفز هذا الارتفاع. فلذلك هم يروحوا مثلا للورم بلاد، يروحوا للخيول الهولندية، الخيول الفرنسية وغيرها لتدريبها لقفز الحواجز. وطبعا قفز الحواجز اللي شاطر في الدرساج اللي بنتكلم عنها الآن يكون شاطر في قفز الحواجز، شاطر في الأوتاد وأي رياضة. ليش؟ الدرساج باختصار هي التحكم السهل والمنظر الرائع يوم تركب الخيل. بمعنى أنا يوم أركب الخيل في الدرساج أخلي الخيل أتحكم في كل أجهزة العصبية والعضلية، السكيلتال ماسلز مالته، أخليه يقوم بالليج ييلد، يعمل بساج، يفرد ريله، أحرك ريله مثلا اليمين شوية بهالكانتر، أحرك الثانية. كل هذا يستدعي من الفارس أنك تفهم متطلبات الخيل في الجهاز العصبي، يعني وين أحط ريلي، وين أمسك، وين أتحكم. ودائما الفارس الشاطر ما يبان أنه يسوي شيء. كيف؟ يعني ما تشوف الفارس يتم يسحب وكذا، لا، في الدرساج تشوف الفارس بس يالس والحصان هو اللي يسوي كل شيء. شو السر؟ الفارس ما يقوم بتعنيفه مثلا بكعبه بقوة، ما يقوم، بالعكس الفارس سموث تاتش. يقولوا دائما يوم تكون فارس أو يوم أنت تتحكم في الخيل فكر في الحركة. سبحان الله، الله خلق الخيل وسخرها للإنسان أحسن من التسلا. التسلا ما تقدر تمشي في الجبل، ما تمشي في البر، ما تمشي، صح؟ التسلا تمشي تقولها سوي هالشيء، لكن الخيل يمشي في الجبل، ينزل وياك البحر، يمشي في الرمل، يمشي في الأسفل، وين ما تريدي، وما يحتاج تقولها سوي شيء. فكر، طالع المكان اللي أنت تريد تروحه. يعني أنا الحين أروح يمين، أطالع يمين، الخيل يشوف بعيني. فيوم أتحكم فيه في الدرساج أنا أحس بالحركة، أحس أنا أريد الحين أمشي الخيل على الجنب، أقوم مثلا بحركة الباساج، أفكر في الحركة وأعطي الليج إيدز، حتى اسمها إيدز يعني مساعدات، مساعدة طبعا. مش الأساس، الأساس أني أنا أحس بالحركة أقوم بها. طيب ليش اللي يعرف درساج يعرف جنبي ويعرف أي شيء؟ الدرساج أنت بتتحكم في كل شيء. حابب تخلي الخيل يمشي بالجنب، بتحتاجها في قفز الحواجز بعدين حسب تكسب زمن، بتخلي الخيل يمشي بالجنب في نص البطولة. فارس القفز العادي اللي ما يعرف درساج يخطئ في هالشيء، ما يقدر يكسب زمن. أمس شفنا في البطولة كيفية الفرسان اللي هي الأبطال اللي حصلت جوائز، قاموا معظمهم بحركات درساج في البطولة. يعني محمد، الدرساج تعتمد أكثر شيء على الخيل، صحيح؟ وتوجيه فقط من الفارس. احنا ما نقدر نقول الخيل والفارس، ليش؟ لأن الخيل هذا لو ركب فارس ما يعرف درساج ما يقدر يتحكم فيه. طبعا. الجمبينج لو ركب فارس ما يقدر يسوي الأبروتش أو الاقتراب من الحاجز والنزول واللفات وهذه، وما يعرف هذا التحكم، شو بيستوي؟ ما بيقدر. لذلك هي عاملين، لكن احنا نقول نسب. ليش نقول النسب؟ لأن الفرسان اللي تلعب اللي هي الجينيور ليفلز أو الارتفاعات المنخفضة، بعد يوم يوصل للارتفاعات العالية هو الفارس شاطر، نفس الفارس يقدر يركب خيل ثاني ويحقق في 145، لكن هذا الخيل ما قدر وياه. لذلك في نسبة كبيرة على الخيل في الجامبينج، في قفز الحواجز، وفي الدرساج أيضا. لو الحصان ما متدرب بالطريقة الصحيحة، قدوته البدنية ما متدربة، لذلك ما راح تقدر تحقق في الفريستايل اللي راح تشوفوها ان شاء الله يوم 17 الله. في بطولات فيها فريستايل، في البريمينالي ليفل، في مستويات مختلفه، فنسبه عاليه. لكن في التقاط الاوتاد النسبه الاكثر قد تكون تصل ل 90% على الفارس مش الخيل. نعم. ليش؟ شو هي رياضه التقاط الاوتاد؟ انت بتمسك سيف، حتى لو تعرضوهن فيديو يعني في المونتاج، تمسك السيف وتركض بالخيل باقصى سرعه تمام. وتصوب على هدف، وهي لعبة تاريخية وبشرحها الآن. تصوب على هدف بالسيف، تضرب الهدف وتأخذه وياك. قطر الهدف 6 سنتي، قطر الثاني 4 سنتي ونص، قطر الثالث 2.5 2 سنتي ونص، 2 سنتي ونص. تحتاج، هي لعبة قتالية. في لعبة الليمون، الليمون هذه أنك تقطع ليمون مقتبسة من أنك تركض بالخيل بالسيف، لما يكون زمان الفرسان كانوا لابسين لبس المدرع، تقدر تضرب في هالمكان لأن الفارس عندها المكان. فأنت كيف تتعلم أنك في قتال تلاحم مع الفرسان تقطع الليمونة في الحلقتين، الحلقة بتمسك الرمح، المكان الثاني الضعيف في الفارس المقاتل زمان كان شو؟ العين، هو لازم يشوف. فعليك أنك تصوب بأقصى سرعة على هالحلقة وتدخل الرمح في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، يعني مو بس أنك تضرب الهدف الأول والثاني، وأيضا تضرب الوتد الأخير. فالثلاث رياضات هو ليش أصلاً، يعني أنا ما أقدر أخلي الأوتاد مثلاً وركز في القفز. نعم. دام أنك جربت واحدة فيهم أدمنتها. وإن شاء الله هنا في دولة الإمارات تستضيف الأوتاد، يستضيفون الجامبينج، في دعم في كل الرياضات، الدرساج، يعني القدرة طبعاً
فما صحيح. شاء الله يعني افضل مكان يمكن نصيحه للي يشوفونه انت فعلا. لا تضيع الفرصه تعلم واحده منهم بتفيدك فعلا. في شخصيتك بتفيدك في كل شيء. سؤال جميل. الحين لازم نحن نعرف انت حكم وايضا انت مدرب فروسيه، ولكن هل بتشارك في البطوله كفارس ولا لا؟ كفارس اكثر شيء. ليش؟ هو طبعا شو ليش اكثر شيء يعني هي ولا لا؟ الفارس افضل. اوكي. ليش انا بشعر؟ بس خليني اعلق ليش انا دخلت التحكيم والتدريب. انا في دوله الامارات الله يحفظهم اصحاب السمو امين وفروا دورات دوليه في الاتحاد الاماراتي الفروسيه وموجوده، يعني مثلا في الدول الاخرى تحصل دوره واحده في السنه، هنا لا، دوره حق القفز، دوره حق التحكيم. الامارات تستضيف كاس العالم مسويين دوره، الامارات تستضيف الاف اي اي اللي هي الفيدريشن كوستريو انترناشونال الاتحاد الدولي للفروسيه، بس هي كلمه فرنسيه لان هو كان في فرنسا او انشأتها في فرنسا، فيحضروا هنا كل اسبوع تحصل او كل يعني يمكن في الشهر على الاقل دوره مستضافه. فانا الحمد لله والله يجزيهم الخير في الاتحاد ما مقصرين، انا اسجل على طول تعال واخذ الدوره ودورات مدعومه ايضا، فهذا ما خلاني لا افوت دوره التدريب او دوره التحكيم. طب ليش انا احب المشاركه؟ دخولك انت في البطوله انت وصديقك هذا الخيل، بمجرد ما تدخل ينادوا على اسمك وتدخل انت بتحس عمرك في مكان اخر في العالم. ليش اصلا تساعد الناس اللي تدرس او تساعد الناس اللي تداوم؟ راحه، انت استرس يروح في هذا الوقت، ثقتك في نفسك تزيد. بمجرد ما تسمع التر هالجرس وتدخل تبدا الابروتش على السد الاول، خلاص انت مو بشايف حد غير سامع بنبض خيلك وخيلك سامع نبضك. نفسك متزامن مع نفس الخيل، متخيل الانسجام كيف يصير؟ فهالمتعه. التحكيم طبعا دعم للرياضه، التدريب انت ياس تنشئ جيل وتعلمهم وتغير في حياتهم، لكن انت يوم تشارك الاكثر متعه واكثر يعني ما شاء الله. يعني محمد ما شاء الله حبك وشغفك للخيل والفروسيه وصلني اكيد انا ومروه والمشاهدين، فكنت حابه اسالك كحكم او كمحكم شو بعض المواقف، ما راح اقول لك الصعبه لان مبينك وايد تحب الخيل وهاي المسابقات وهاي نوعيه من الرياضات، لو نتحدث عن الاشياء الممتعه او الظريفه اللي قد تمر عليك وانت قاعد تحكم في مثل هذه السباقات او المسابقات. طبعا هي فرصه انك تحصل انك تتحكم في مكان هي مو سهله، فانا اشكر الاتحاد والاستاذ حسام طبعا انه هو اعطاني الفرصه وكانت دعوه منه. لكن الجميل من حماس الفرسان انك يوم تدخل مثلا في الارينا هم داخلين يصير خطا من فارس ويطالعك مثلا ويعتذر او يضحك، تشوفه داخل البطوله ومتوتر تعطي لك كلمات ان هي يو كان دو ات كيبس يور سمايل، ما اعرف تعرف تعطي له الكلمات اللي هي تشجع، ويدخل الكورس كلير ويطالعك بعين اللي هو شكرا انت ساعتين. هي مو بس انك تشوف القوانين، هي سلامه الخيل، سلامة الفارس، متابعة تطبيق القوانين، في أخطاء غير مقصودة من الفرسان أنت تحذرهم قبل دخول البطولة، لا هذا مثلا اللاتشز غيرها هذه مو بصالحة، لأن هي لعبة الفروسية هدفها قلنا أخلاق سلامة أو الهورس ويلفير سلامة الخير. وطبعا الفرسان وهذه مسؤولية اللجنة ومسؤولية فريق التحكيم، فلا بد أنك تتابعها وتمنع الفارس من الخطأ. داخل أرض الورم أب أو التسخين تكون وايد يعني حماسية وكل الفرسان ستريس أو مضغوطين، وهذا يطلع وهذا ينزل من الاتجاه الثاني وكذا، فدورك أنت حافظ على سلامتهم، ممكن يخطأ بدون قصد، ترى أنت تتحكم في كائن حي صح؟ فأنت دورك كستيورد هو الحكم الأرضي أو اللي هو المسؤول في منطقة التسخين هي الأصعب في إدارتها أكثر من الأرض الثانية، أنك تحاول تنظم العملية بدون ما تضغط، باحترام متبادل بينك وبين الفرسان، بدون ما هذا الفارس يحس أنه يعني انت ياس تزيد عليه الاسترس. الكلمه النظره، هو الحين تو قفز ال 120 سنتيمتر ونازل والحصان ما طاع وداخل يمين ويا فارس في الاتجاه الاخر، تدخلك لابد انه يكون بحكمه وتحاول تخليه فعلا نفس ما قلت موقف طريف مو موقف ضغط زياده. حلو. فيعني هي انا اخذت القدره من سعاده محمد عيسى العظم وسعادة أحمد الحمادي، هم أعطوني الدورتين التحكيم في القدرة، خدت التحكيم الدولي وخدت إشارة فضية في الأوتاد كان من لواء عاطف العطار، وخدت أيضا تحكيم محلي من ديزرت بالم في الدرساج، فكل ما يحط دورة أروح، وفرصة أني أنا أحكم ما كانت كبيرة قدر فرصة أني أنا أدرب وفرصة أني أنا أشارك. جميل. وأيضا هي لابد منها دعوة، فلذلك أنا أشكرهم أنهم يعني حطوني دائما في اعتبارهم. يعني أنت وايد حمستنا بعلاقة الفارس صحيح. ويا الخيل وغيره، وأنا وزينب الصراحة تشجعنا، بس نحن بعدنا ما وصلنا حتى المبتدئين، فكم يبالنا لما ندخل مثلا بطولة؟ يعني كم سنة تدريب؟ شوفي أنا بحكي موقف صار بيني وبين مدربي في الدرساج. مدربي في الدرساج أنا قلت له أنا بدخل الكلاس بي، يعني طبعا الاي والبي هذا يعني يعتبر محترفين، في دبل رين في كذا، تعتمد على
الفارس وإرادته وانضباطه وهذا الشغف اللي عندك. مو كلنا نفس بعض، في فارس يقدر انه يحقق بسرعه، في فارس يقدر انه طيب تقريبا المده الزمنيه اللي أوكي. انت احنا نتكلم في سلامه الفارس كمدرب والمدرب. تشعر أوكي. انه ممكن احنا نتكلم في السلامه اوكي. شو يعني السلامه؟ يعني مثلا يجي فارس انا كابتن باقفز يا ابوي تعال الاول امشي ووك تروت كانتر. ووك تروت كانتر هي حركات الخيل المشي والخبب نعم. والركب. فقول له انا ما اقدر اقول ليش وقت، لان انا سويت دراسه مع هيئه الاعتماد البريطانيه اسكوال ان احنا كيف نوصل الفارس نعم. من الصفر انه يقدر يشارك في بطولات في اقل وقت ممكن. في فرسان اخذوا شهر فقط. ليش؟ هو يتميز باللياقه البدنيه، عنده شجاعه، عنده ذكاء. يعني هي تعتمد ترى على المدرب والفارس. طريقة توصيل المعلومة اسمها idea introduce demonstrate explain and attend. يعني تقدم الفكرة، تراوي الفارس كيف تستوي، واشرح له ان هو يوم يسويها وخليه يطبقها بالطريقة الصحيحة. هي معروفة في طريقة التعليم. إذا المدرب مؤهل عنده الفكر وعنده طريقة التعليم الصحيحة، الفارس عنده اللياقة البدنية، عنده الشغف، أنا أريد أكون في البطولة، هذا الفارس مو بحسن عني، اللي قفز وحصل 70,000 ما شاء الله في بطولة الفجيرة مو بحسن عني، صح؟ فأنا لا، أنا أكون عندي هدف. وقد تختلف المدة، في فرسان لأن سلامتهم لياقتهم مو قوية مثلا، يحتاج مثلا هذا كائن غريب بالنسبة له ارتفاع، ما عنده مثلا اللي يعطي له التلقين الصحيح للتقوية النفسية، لأن هي مو بتدريب بس، لازم تدعم الفارس نفسيا. شجع الفارس، قل للفارس والاخواني او اصدقائي من المدربين يمكن هم طبعا اكثر مني خبره، ان انت العب على عامل النفسي للفارس، ترى الفروسيه تغير حياه الناس، تخليك انت يعني تشيل من عليك الضغوطات. نفس ما قلنا الفارس الحين يوم ياخذ يكتب هدف انا بكون بطل اولمبي، اكبر شيء يحصل مثلا بطوله الدوليه، هذا بعدني ما حصلت هدفي، يشتغل اني انا اكون اعلى ميداليه في الفروسيه. بهالطريقه يقدر بسرعه يتطور وانه يوصل. فهي ما ليها، انا ما اقدر اقول انه في ولها مده معينه. نقول مثلا المنهج اللي احنا حطيناه لفرسان حكومه دبي اللي هي رخصه الملكيه الدوليه الفروسيه كانت شهرين، اخذنا فرسان من صفر خليناهم فرسان عندهم نعم معلومات قويه عن الخيل، وكانت منهج لو حابين نتكلم عنه لاحقا كامل متكامل. طبعا ما في كمال لله، ولكن النقاط اللي احنا شفناهم يحتاجوها كموظفين قياديين نعم، وايضا ك عندي سؤال طبعا. ليش ما تحسين الأغلبية يعني الفارسين أو الفارسات أحس أوزانهم مثالية أكثر. شو السبب؟ فت زين الحين إحنا يعني لعبة رحمة، هذا الخيل بيشيل الفارس صح؟ نعم. سباقات السرعة الفلات ريس تحصل الفرسان أقل عن 60، لعبوا في الفرسان خفاف جدا وقصير، لأنك تريد أنك ما تحمل عبء على الخيل. نعم. فرسان القدرة أيضاً عامل الوزن مهم جداً. إحنا في القفز لأن الخيل ما شاء الله وحش، يعني الخيل يأكل بطريقة معينة، هو قدامه مثلاً هالسدود فتزيد الأوزان، لكن كرحمة بهذا الخيل كل ما قل الوزن كان أخف على ظهر الخيل، يوم يقفز مثلاً أحسن، يوم يلعب دراساج مرتاح الخيل يكون مبتعبة. عنده لياقة يمكن أكثر بعد الفارس. أيضاً الفارس يشتغل على عمره، ترى هي الرياضة قوة بدنية موجودة نعم. لك أنت تتحمل تقفز هذا وتنزل وبسرعة ونفس، هي رياضة يبين من يعني الناس تشوف الفارس من برا أنت ما تبذل مجهود، لا شوف الفارس قبل دخول البطولة في القفز، نتكلم على يعني أقلهم زمن، يوم يطلع بالبطولة بعد مثلا 50 ثانية كل الفارس والحصان وماي. ليش؟ أنك أنت ياس تبذل مجهود، ياس تتحكم وتسحب وفي مقاومة، لذلك تعتبر رياضة. هي رياضة أسلوب حياة فعلاً. صقل للشخصية، أخلاق وتطوير في الأخلاق والشخصية، وتجد في هاللعبة التواضع. قولي لي ليش؟ ليش؟ أمس مثلاً واحد من دون ذكر اسمه من الأبطال الكبار لسه محصل فيه كلبة، استبعد في البطولة نعم. يعني لعب بطولة من كم من يوم استبعد نزل. ليش في البطولة؟ حصانة اليوم صار ظروف معينة في المكان، صوت الكاميرا تحركت صار استبعد، ما قدر الحصان يقفز السد مرتين. عندنا في قوانين الحصان اذا ما طاع يقفز السد مرتين افويد استبعد. فاللعبه ما فيها كبير، تحصل كلنا سواسيه. فعلا في ناس ما شاء الله محققه وايد، لكن تروح تتكلم وياه يعطيك المعلومه، يعطيك الافاده، يعطيك تعلم من الخيل. جميل فعلا، يعني رائع
مثل يمكن نقول هاي الصفات وهذه القيم تكون موجودة في الفارس وأيضا الخيل. محمد نرجع شوية لبطولة قفز الحواجز في إمارة الفجيرة، ما الشيء اللي شفته مميز أو نقول شو الأشياء اللي كانت بالفعل مميزة في هذه البطولة في إمارتنا الحبيبة؟ طبعا احنا نتكلم من اكثر من بوينت اوف فيو، نتكلم مثلا كفريق في التحكيم كانت كل الاشياء متوفره كما كانت مطلوبه بالضبط، يعني كان في ريكويرمنت احنا نحتاج كذا، نحتاج ساعات، نحتاج كذا، كان الاشياء متوفره بالضبط. هذا كان يعني مثلا انطباع ان احنا مثلا بطوله في مكان تنظم اول مره، فوجدت كما الكتاب يقول، وما شاء الله الجماعه في هيئه التنظيم مؤهلين، وطبعا سعادة علي مصبح الكعبي هو رئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد الإماراتي الفروسية وعضو مجلس إدارة، فالمعلومة موجودة من البداية، عندهم فخامة المكان وفخامة الضيافة كانت تخفض القلوب. يعني أنت يوم تدخل المكان أصلا من الباركن يدش داخل من الممر في الليل بالذات، مثلا الإضاءة، كلمة الفجيرة، الألوان المختلفة، يوم حضرنا ليلة البطولة، وقت البطولة في وجود الهدوء هذا يعني احنا نقول الطبيعة رائحتها موجودة، هذا الجو نادرا انك تحصله بهالطريقة في مكان في العالم. يعني انا ما اريد يعني الناس تفهمني اني ابالغ، لكن انا احب طبعا امارة الفجيرة، لكن الجميع اللي حضر، في ناس وايدين ما كانوا يحضروا في الفجيرة، كانوا يشاركوا في ابو ظبي، في دبي، في الشارجة، يوم حضروا قالوا احنا نتمنى هالبطولة طول السنة، يعني حبوا المكان، المكان مودك انت اصلا بدون ما تشارك خيول. يعطيك الانطباع بانه مكان خيول، تحس انا حسيت انك رجعت لشو حسيت نفس المسلسلات القديمه، صار الطبيعه والجبال، لانهم ما كان في سيارات، فالرمل موجود والبيوت اللي هي الطبيعيه صح. زمان فما في اي شيء تحس مثلا من تدخل البشر اللي هي التلوث او لا، الرائحه رائعه اللي هي النسيم هذا مال الطبيعه، بالإضافة للسبورت اللي أخذناه من اللجنة المنظمة، يعني كان بعض المتطلبات مباشرة سرعة الاستجابة. في بطولات دولية في دول كبيرة، أنت يوم الحكام مثلا يسافروا، أنا ما حالف الحص أني أنا أسافر حكم دولي، لكن نأخذ منهم يقول لك والله إحنا أخذنا صار ويانا موقف كذا، ما في استجابة. صارت في بطولات دولية وكان مشارك فيها سمو ولي عهد دبي، وكانت في أمريكا مثلا، فكانت تنظيم الطريقة ولغة البطولة بسبب أخطاء، فمقارنة بالدول هذه الكبيرة نحن هنا في إمارة الفجيرة ما شاء الله كان يعني السعادة في الوجوه كل الفرسان، وفي طريقة الضيافة يعني شيء فخم. عادة البطولات مثلا ما يكون في هذا الاهتمام بالفرسان، بلجنة التحكيم، بالضيوف اللي يتابع من بس انت حصلتوا من كل النواحي، كل النواحي الحمد لله، سرعه الاستجابه كانت احلى ما يكون الحمد لله. السلام عليكم ابو احمد، نريد كذا كذا، ثواني نحصل التيم جاي مخلص حق لجنه التحكيم، ما شاء الله جزاكم الله خير. يعني الحمد لله، اكيد نبارك لكم مره ثانيه هذا النجاح في مسابقه اكيد وبطوله قفز الحواجز في اماره الفجيره، ونتمنى لك دائما اكيد التوفيق والنجاح يعني في مشاركاتك اكيد في العديد من السباقات الخاصه بالخيل والفروسيه، سواء كمدرب كحكم وأيضا كفارس. كل الشكر لك الفارس محمد عبد الرحيم الفيومي ومدرب الفروسية وأيضا الحكم، شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك ونورتنا، يعطيك العافية. يعطيك العافية محمد، نورتنا. مشاهدين رح نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي مشوارنا وفقراتنا وياكم، انتظرونا. مشاهدينا حياكم الله من جديد معانا، وما زلنا مكملين فقراتنا ومواضيعنا في برنامج استديو الفجيره، والحين بنروح نتعرف معاكم على اخر الاخبار والترندات العربيه والمحليه مع زميلنا عبد الله الهاشمي في فقره الترند في دار السعاده. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك خير وسعاده يا عبد الله. حياك الله يا مروه، حياك الله يا زينب، واكيد نرحب فيكم مشاهدينا الكرام وفي اخبار وتفاصيل ترند في دار السعاده، وفي ترندنا الاول حيث الحدث الابرز خلال هذه الفتره وفي دوله الامارات العربيه المتحده وهو كوب 28، اقل ممثلون اكثر ول 197 دوله، اضافه طبعا الى الاتحاد الاوروبي في مؤتمر الاطراف كوب 28 بمدينه اكسبو دبي، اتفاق الامارات
الاستثمارات التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض. وصادق مؤتمر الأطراف كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الاتفاق الدولي التاريخي الغير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، واللي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي. وجاءت طبعا التعليقات والفخورين بهذا الإنجاز، حيث علقت بن زايد عمار يا دار زايد، وأيضا علق علي الكعب يلا يعز الإمارات والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والله يحفظ بلادنا ويحفظ شيوخنا عفوا وشعبنا العزيز. أما في الخبر الثاني، يمكن مروة وزينب ما أدري يمكن ما بيعجبهم هذا الخبر، وبعض النساء ما راح يعجبهم هذا الخبر، واللي أقر عليه مجتمع الرجال. أجرى بعض علماء النفس البريطانيين دراسة تؤكد أن المرأة لا تتمتع بمثل عواطف الزوج الذي يعد أكثر حنانا حتى لو أظهر عكس ذلك. وأشار عالم النفس الأمريكي جون، قال أن الرجل يعتمد على المرأة بدرجة أكبر في الحفاظ على توازنه النفسي، ويرتبط بأمه بشكل أكبر منذ الطفولة، ولما يصل إلى مرحلة الشباب تصبح المرأة هي محور حياته، وذلك وفق دراسة كشفتها إحدى الجامعات اللي اسمها جونز هوكنز. وأيضا علقت سلوى على هذا الموضوع قائلة: كلام صحيح، الرجل في حنية عشان يكون مؤهل لدورة في احتواء الزوجة والأبناء وقيادة دفة السفينة، المرأة حنيتها من نوع ثاني، والاثنين مكملين البعض بما يخدم نجاح الأسرة. أيضا تكلم سلطان وعلق: نعم صحيح، الرجل يعبر عن حنانه بالأفعال مش بياع كلام. ما أدري أنت شو رأيكم في هذه الدراسة؟ خلي مرة تبدأ. أنت صدقت؟ أنا بين وبين. صيت غير ولا صيت فقر صح؟ يمكن أنا أحس يمكن أن الرجل يكون أكثر حنان على عياله. يعني أنا أتوقع هذا الشيء. أنا أوافق هالرأي، أحس صح. هم على فكرة قالوا أن الرجل يدي ردات فعل. أنت شو رأيك بهالموضوع بما أنك الرجل الوحيد اللي ويانا اليوم؟ هو الدراسات تقول أن الرجل يبدي ردات فعل بأشياء فيها مشاعر أكثر من المرأة، وردات فعله أسرع تكون. بس يمكن أنتم ما تعبرون. هي نحن ما نعبر، لأننا متعود الرجل من هو صغير أنه ما يعبر بمشاعره بتصرفاته، يتم كاتمها في نفسه. يمكن المرأة تقدر تعبر فيها، حسب يمكن أكثر. التربية بعد أحس حتى يوم الولد يطيح، يوم أول ما يصيح أنت ريال لا تصيح، فأظن هذه هي المشكلة، كبت المشاعر بسبب التربية في بعض الأحيان. ما هي هذه كبتت على الرجل من هذه الطريقة، دراسات نقدر نقول زين، يمكن ما يعني تعكس على أرض الواقع، يمكن لا ما نعرف، بعض الرجال فيهم بعض الرجال لا. خلنا ننتقل إلى الترند الثالث، ومن الأرض إلى الفضاء الخارجي. أعلن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية ISS عن عثورهم على ثمرة طماطة ضالة زرعت في الفضاء بعد 8 أشهر من اختفائها لأول مرة. كانت الطماطة الصغيرة اللي يبلغ عرضها 2.5 سنتيمتر فقط جزء من الحصاد النهائي لتجربة VEG-05 المصممة لاستكشاف تأثير رحلات الفضاء على نمو محاصيل الفاكهة. وما اقتصر الأمر على الطماطم التي يمكن أن تنمو في الفضاء، فقد نجحت التجربة في زراعة عدة أنواع من الخس والملفوف الصيني إلى اللفت الروسي الأحمر وزهور الزينة، حسب ما تقول وكالة ناسا. وجاءت التعليقات على هذا الخبر، فقد علقت ميرنا قالت: طماطم فضائي، سالفة جديدة هذه. وفي أيضا تعليق ثاني من ميري قالت: يا ترى هل طعمها يعني نفس الطماطم اللي في الأرض، ولا طعم الطماطم اللي في الفضاء تكون غير؟ ما ادري شلون غير ولا نفس. يوم ان شاء الله بنروح الفضاء بنجرب وبعدين نقول لك هي بالسالفه. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا يعطيكم العافيه، وهذه طبعا كانت اخر اخبارنا في فقره ترند في دار السعاده. وطبعا مشاهدينا يمكنكم اقتراح المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقره على هاشتاج استوديو الفجيره عبر كافه مواقع التواصل الاجتماعي التابعه لتلفزيون الفجيره. ويعطيكم العافيه مروه وزينه. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافية عبد الله. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم فقرات برنامجكم المساء استديو الفجيرة، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا.
حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، وأكيد متابعين ومكملين وياكم فقراتنا المتنوعة لليوم. وخلينا نروح معاكم وننتقل للفقرة مع الزميل مانع الحفيتي إلى شوارع الفجيرة بالتحديد، نتعرف على آراء الناس حول مختلف المواضيع الحياتية المتنوعة. خلينا نروح معاكم ونشوف شو الموضوع اللي مجهزة لنا زميلنا مانع، أكيد وردود الناس في فقرة في كلام الناس. مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا في فقرة كلام الناس. سؤال اليوم يقول: شو المصيبة اللي سويتها وانت صغير وما حد يعرفها؟ خلونا نشوف اجوبة الناس مع بعض، يلا. ما حد عرفها؟ ايه لا، في مصيبة الكل بيعرفها. شو هي؟ جيران عرفوها. يوم كنت صغيرة كان شعري كتير منكوش، فكان يوم يتمشط يجاعد، فأنا ماما كل ما تفيقني الصبح تمشط لي أصرخ وأبكي ولا وما بدي أروح على المدرسة، وكانت تيجي أصلا تأخذني بعد ساعة. والله وايد مصايب. عطني وحدة. مرة سرقت موتر الوالد ودعمت فيه وقفته قدام البيت. وعرف للحين ولا؟ لا للحين ما يعرف. وايد مصايب. عطني وحدة. والله قبل كنت وأنا صغير كنت ماخذ شيبس زين، والساعة بعد صلاة المغرب كنت رايح بيت يدي اللي كان بعد يبنوه، كنت قاعد رايح فوق السطح وقاعد اكل عشان غريب، بس انا ما ادري ليش كنت اسوي كذي. فرحت هناك تميت متاخر للمغرب كذي العشاء، ترى كنت صغير المفروض ما اتاخر. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية فقرتنا كلام الناس، انتظروني بسؤال جديد. يعطيك العافية يا مانع على هذه الفقرة الجميلة، وفعلا فقرة خفيفة الظل وجميلة، وخاصة أنها جديدة للناس، ونشوف آراء الناس ونتعرف عليها من خلالها. فعلا مروة، وردود أيضا أفعال الناس مشاهدينا أكيد، وتفاعلكم معنا الدائم. خلينا ننتقل معاكم مشاهدينا إلى فقرة يا مرحبا بالضيف. فنان متألق سطع نجمه في سماء الموسيقى من خلال برنامج للهوى، ودخل بالفعل قلوب الجمهور مع كل نغمة يؤديها بصوته العذب. فعلا يا زينب، هذا الفنان ليس مجرد صوت، بل قصة تحكيها أغانيه وأيضا كلماته. لنستمتع اليوم سويا بلحظات طربية وأجواء ساحرة مع صاحب الإحساس المرهف والصوت الراقي. رحبوا يانا مشاهدينا في استديو الفجيرة بالفنان أيوب رويمي. هلا مرحب فيك، نورتنا يا أيوب. مساك الله بالخير. مساك ورد والسعادة. بداية مبارك فوز بالمركز الأول في برنامج غني مع فايز، خبرنا أكثر عن هذه الجائزة وفرحتك أيضا بالجائزة. أول شيء تحية لكم، وأنا سعيد أني حاضر معكم خلال استوديو الفجيرة. برنامج غني مع فايز هو برنامج الهواة، يعني كان عن طريق قناة أبوظبي، فكان مشاركة 56 واحد من الوطن العربي ككل، كان بأيام الكورونا طبعا، فكان عن بعد، فشاركوا ناس من الوطن العربي كله، كانت في أجواء وإقصائيات، وفي كثير فنانين، يعني منهم لطيفة التونسية، نوال الزغبي، فايز السعيد، حاتم العراقي، اللي استفدنا وياهم طيلة البرنامج من كثير شغلات. الحمد لله في الأخير اتوج البرنامج إني حصلت على اللقب، والحمد لله كان هذا تفوق. طيب، يعني جميل جدا أكيد تواجدك في مثل هاي البرامج وهذه التجربة. أيوب، لو نتحدث عن تجربتك مع الفنان الإماراتي المتألق سفير الألحان فايز السعيد. هي تجربتي مع فنان فايز السعيد بشكل خاص كانت تجربة ممتعة. أول شيء لأنه كانت تقريبا يعني عبارة عن، فينا نقول، مختبر للتجارب، لأنه أخذنا تجارب كثيرة، أخذنا خبر كثيرة، نصايح وجهنا في كثير أمور، وخاصة أنه كشخص مثلي أنا جديد بالإمارات فبهذيك الفترة طبعا، فكان عندنا رغبة كبيرة أنه نكتشف الوسط الفني بالإمارات، نعرف شو هي الخطوط العريضة. فمن خلال برنامج غني مع فايز كانت توجيهات كبيرة وكانت نصائح قوية،
واستفادة كبيرة، خاصة لما يكون أصوات من الوطن العربي ككل، وهالأصوات يصير فيها إقصائيات، وهالإقصائيات دائما تكتسب خبرة أكثر من خلال نصائح الفنانين المتواجدين من خلال لجنة التحكيم، فكانت تجربة ممتعة. شو رأيك نسمع شيء بصوتك؟ متحمسين أنا وزينب. دخيل الله بعد الله دخيلك، دخيل الله وبعد الله دخيلك، ولا ترد اللي انت خدت، هزمني الشوق، هزمني الشوق أجبرني يجيلك في تالي الليل أدق بابك، أنا ضليتني بجوع لكن ما جويت، أنا لكن نجسد رخص لي أنا ديك واتغى أنا دي ما شاء الله على الصوت، يعطيك ألف عافية. بديت الغناء من برنامج أيضا في عمري 8 سنوات، نجوم ونجوم في المغرب، صحيح؟ خبرنا أكثر عن هذه التجربة وكيف بديت هذا الفن وهذه الموهبة من عمر وايد صغير. هي بصراحة كانت تجربة بالصدفة، فأنا كنت من العادتي أني أطلع مع أخوي اللي أكبر مني لدور الشباب عندنا بالمغرب، اللي بتهتم يعني بالأطفال والشباب. نعم. اللي عنده مواهب رسم، مسرح، غناء. فكان من الصدفة أنه في قافلة لاكتشاف المواهب، اللي هو برنامج كان كتير كبير، يعني هو برنامج اللي قبل منه كانت شاركت فيه الفنانة أسماء المنور، فهو برنامج كبير وكنت أنا ذاك أصغر واحد فيه، فشاركت. ما كنت متوقع أني راح أكون يعني من الناس اللي راح يتم اختيارهم للعروض المباشرة، فتم اختياري. 8 سنوات أكيد مش فاهم القصة ولا فاهم الفن ولا فاهم. نعم. شو هي التجربة أنك صحيح. تغني قدام فرقة الرسمية بالمملكة المغربية وتغني قدام كاميرات وصغير هيك، فقصص وصارت كمان جميل. طرائف، لدرجة أني رحت للبرنامج وأنا حتى الملابس ما وديت معي، فكان أساس أني راح أروح خلاص أصلاً وطلع. زي ما كان هيك بطلع، فكانت صدف يعني، أو كانت طرائف منها أني أخذت ملابس القرصون أنا ذاك ورقعتهم هيك وزبطتهم لطلعت وغنيت. كانت كبداية جميلة وطريفة لك. أيوب، لو نتحدث عن بعض أعمالك الخاصة، عندك بعض الأعمال الخاصة، كلمنا عن هذه الأعمال الخاصة فيك. هي صراحة حالياً كملت 10 أعمال فنية ما شاء الله، عندي منهم تقريباً 6 فيديو كليب ما بين الخليجي والمصري والمغربي. هالتجارب هاي كانت تقريبا اغلب الاعمال انتجتها بالامارات، يعني اكثر من لهجه. اكثر من لهجه، اكثر من لهجه، واكثر بتعامل مع اكثر من يعني من موزع، مع اكثر من ملحن، مع اكثر. نعم. يعني حاولت اني انوع، لانه الناس لازم تسمع. جميل. بكذا لون من خلالهم فيك تحدد في الاخير اي لون ممكن تروح عليه. نعم. فكان اخر عمل هو عمري،
اللي كان من إنتاج يعني قناة أبو ظبي والشركة المنتجة والتيك توك. ما شاء الله عليك. أكيد الطريق ما كان معبد بالورود لك، أكيد كان في تحديات وصعوبات واجهتها. شو هي الصعوبات أو أكثر وأبرز الصعوبات اللي واجهتها؟ هي بصراحة الصعوبات ممكن تتلخص ثلاث شغلات. أول شيء إنه الفرص صارت ضيقة جداً. إحنا عارفين السوشيال ميديا حالياً، وإنه صارت إنه الفنان يفرض ذاته على الساحة شيء صعب، بس في نفس الوقت مش مستحيل. فهي الفرص، والفرص في شوية زبونية ومحسوبية في القصص، إحنا بنعرف. فالشغلة الثانية اللي هي الإنتاج، في ضعف الإنتاج، فدائماً الفنان خاصة في بداياته ما في شركة كبيرة ممكن بأنها تروح معك إلا إذا كنت أنت بارز على الساحة، وعلى الأقل أنك ضربت لك أغنية أو اثنين. فالإنتاج دائماً معتمد على الفنان بحد ذاته، فهذا عائق ثاني. والعائق الثالث أنه الإنسان لازم بعتبر أنه أهم شيء من الإنتاج الفني هو طريقة تسويقك لنفسك، لأنك ممكن تكون أوكي مش دائماً الصوت هو المهم. تمام. يعني في مقومات كثيره، الناس بدها تاخذك باكش بشكل عام. صحيح. نجم متكامل او فنان هذا هو. اهم من هالشيء كله هو التسويق، لازم تسوق نفسك بطريقه احترافيه. صحيح. بشكل لائق. صح. فعلا. طيب ايوب، من بعد يعني احنا ذكرنا مسبقا مشاركتك في برنامج نجوم في نجوم في المملكه المغربيه، هذه كانت البدايه، يعني بدايه الطفوله. وجيت هني نقول للانطلاقه الفنيه والغنائيه في دوله الامارات، ليش بالذات اخترت الانطلاق تكون من ارض السعاده ودوله السعاده؟ طبعا اول شيء انا حبيت اني انطلق من الامارات لفكره واحده صراحه. اول شيء الامارات احنا بنعرف انه هلا خاصه بالجانب الخليج العربي وبالمشرق العربي هي نقطه وصل ما بين الكل. بنفس الوقت اجتمعوا فيها طاقات من الوطن العربي وغير الوطن العربي، يعني هو تراب خصب للإنسان ممكن يبرز طاقته، ممكن أنه يبرز مواهبه مع شركاء مختلفين. بنفس الوقت أنا صوتي أحسه مشرقي أكثر، فكانت فكرتي أني أنطلق من دولة خليجية أغني خليجي، خاصة أغني مشرقي. فكانت الإمارات هي أول مقترح عندي صراحة. والحمد لله أنا جيت الإمارات كزائر، وحاليا حصلت على الاقامه الذهبيه، وهذا شرف لي باني اتطور في العمل واقدم اكثر. سلام. شو رايك نسمع شيء من اغانيك بما انك غنيت العديد من الاغاني؟ تمام. غني مغربي. يلا انت قلت عندك ما شاء الله 10 اعمال خاصه. ايه. نسمع شيء منهم. تمام. كتار شويه راح يعصبنا. عنديش منك لايم، انتي الحبيبة، يسرى اللي يسرى تبقاي انتي يا عمري. نواسي قلبي دابا ترجعي ليا، واش يصبرني انا على فراقك انتي يا. ما عنديش منك لين، انتي الحبيبة، يسرى اللي يسرى تبقى انتي عمري. لوسي قلبي دابا ترجعي ليا، واش يصبرني انا على فراقك انتي يا. أنا لو كان عندي الدنيا نعطيك انتي كل ما عندي، قولي لي واش بغيتي تنكري العشرة، قولي لي وقتاش يما تخطبي لي حبيبة قلبي تجيبي لي برضاك انت تزيديني بالحلال انا نعيش.
يشكرك، يعطيك العافية. الله يسلمك. يعني أيوب، أنا ومروة الحين حابين ننتقل معك لفقرة الصندوق الأبيض. هاي الفقرة فيها ثلاث أسئلة. تمام. أسئلة تكون جريئة، لازم تجاوب عليهم بكل صراحة وما في تردد وما في انسحاب مشاهدين. ما في وقت. ما في شو؟ ما في وقت يفكر. ما في وقت بسرعة. مشاهدين ننتقل معكم إلى فقرة الصندوق الأبيض. جاهز؟ تمام، وأنا جاهزة ومروة جاهزة، بنسحب أول سؤال. أول يا زينب. تمام. يلا. لا تغشي مروة. أحاول. تمام، أيوب السؤال الأول، لو رجع فيك الزمن هل كنت راح تشارك في نفس البرنامج اللي شاركت فيه، برنامج الهواء مع فايز، ولا كنت راح تدخل نقول عالم الفن والغناء بشكل آخر؟ أكيد كنت راح شارك، لأنه بالأول والأخير برامج الغنائية خاصة اللي بيشاركوا فيها الأصوات اللي حابين يبرزوا أكثر، فهي أقصر طريق، وبنفس الوقت بتعرفك على الجمهور بطريقة سهلة وبتبني لك قواعد أكبر، فأكيد نعم. أوكي، السؤال سريع صح؟ صريح. أي سريع وصريح وما تردد ما شاء الله، مرة لو لاحظتي بسرعة جاوب الوقت بسرعة. أوكي، السؤال الثاني، عمل فني سويته وندمت عليه أو قرار بالفن اتخذته وندمت عليه؟ هو مش ندم بس عتاب شوي على نفسي، انه تفرغت اني ادرس علم النفس اكثر ما اني اتفرغ للفن، بس اوكي عتاب ومش ندم، انه الحمد لله في مجال دراسي حصلت الحمد فيه لله. وبنفس الوقت الفن موجود. جميل. احنا بنشتغل عليه. السؤال الثالث يا زينب. يلا والاخير. الاخير يلا كون صريح بعد. وسريع. سريع. الصوت المغربي الأكثر شهرة عربياً ونجم المغرب الأول بالنسبة لك، سعد المجرد، أسماء المنور، ولا سميرة السعيد؟ بثلاثة. الثلاثة. إنزين رتبهم إذا ما بتختار المركز الأول. يعني. ما في ترتيب، تعرف ليش؟ أول شيء سميرة السعيد فنانة كبيرة. أكيد. ومش مش مش بالمغرب، هي بالوطن العربي. صحيح. وراكمت تجارب كبيرة، ويعني إنسانة تعتبر من أهم نجوم الوطن العربي. أكيد. سعد المجرد يخلق الحدث دائما، ومتجدد ومبتكر، وبحد ذاته ظاهرة يعني مختلف. أسماء منور الصوت الطربي الأصيل المتجدر. حلو. اللي بيمثل العرب المغربية، وكمان مبدع في اللون الخليجي، فبعتبر أنه كل واحد فيهم لون مختلف، فصعب أنك تحدد منهم الأفضل. أنا أأكد لك أن في الأجوبة الثلاثة كنت وايد صريح. صح صراحة، بس كنا حابين أنك تختار واحد. أكيد نورتنا الفنان أيوب رويمي، نتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك الفنية. يعطيك ألف عافية ونور. الله يسلمك. يعطيك العافية. شكرا. نور. شكرا. وصلنا لختام. فعلا زينب، أكيد وصلنا لختام حلقتنا لهذا المساء. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، تريونا باكر في نفس الموعد في استوديو الفجيرة بمواضيع مختلفة بإذن الله، وفي أمان الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا مرمى. مشاهدينا وصلنا لختام مشوارنا المسائي معكم، تريونا كل ليلة من الاثنين للجمعة الساعة 10 المساء بتوقيت الإمارات. تصبحون على خير.